من نيويورك للتريدينج سنترال، انا لويا الاكوا. تترقب الاسواق اسبوع تداول جديد مع بعد هذا الاسبوع المتقلب، بينما يترقب المستثمرون البيانات لتحديد الاتجاه. في الوقت نفسه في اسواق العملات، اليورو امام الدولار العملتان في تعزيز، بينما الجنيه امام الدولار لا يزال الزوج تحت الضغط دون مقاومته الافقيه، ويظل متوجا بمتوسط المتحرك للخمسين فتره. مواقع قصيره تحت 1.2145 مع اهداف عند 1.2080 و 1.2060 في الامتداد. دولار امام الين تحت الضغط، بينما البيتكوين امام الدولار يسود الجانب السلبي، طالما ان 1071 هي نقطه المقاومه والتي هي ايضا نقطتنا المحوريه. الذهب تحت الضغط تحت مقاومته عند 1408 ويتوج بتراجع المتوسطات المتحركة. مواقع قصيرة تحت 1408 مع أهداف عند 1399 و 1394 في الامتداد. أما الفضة فهي تحت الضغط. Trading Central Web TV لويا الأكواب.